اصطحب الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية وعدد من المسؤولين اصطحب السيد كانازاوا يوكيو أحد أكبر أصحاب شركات العقارات في اليابان وأعضاء تحالفه الاستثماري والمكون من 15 شركة في جولة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. وقدم الدكتور عبد الخالق إبراهيم شرحا لأعضاء التحالف عن النهضة العمرانية الكبيرة التي شهدتها الدولة في عهد الرئيس السيسي، وتعد تطبيقا لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية. من جانبه عبر السيد كانازاوا يوكيو وأعضاء تحالفه الاستثماري عن إعجابهم الشديد بما أنجزته مصر من مشروعات عملاقة في زمن قياسي يصعب تحقيقه في العديد من دول العالم. وأكد السيد كانازاوا يوكيو رغبته في نقل جزء كبير من استثماراته إلى مصر والتي تقدر بثمانية مليارات دولار، نظرا لأن مصر سوق واعدة للاستثمار وبوابة للانطلاق نحو السوق العربية والأفريقية لما تملكه من موقع استراتيجي ودور رائد بمنطقة الشرق الأوسط.